نرجع يا مولانا لفهم هذه الشعيرة في بناء الإنسان وبناء الحياة، إذا فهمناها فهما حقيقيا. لعلنا نلقي ظلالا على هذه الأشهر التي جاءت فيها وشرعت فيها هذه العبادة، الأشهر الحرم الثلاثة السرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وشهر الله المحرم. ماذا قال الله فيهن؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن فقد نهانا عن الظلم. إذن فرحلتك هذه إلى الحج ينبغي أن يكون مقصودها أن تخرج من ظلم نفسك إلى سعة فضاء رحمة ربك، إلى رضوانه. كما أن في هذه الأشهر أيضا مما يتعلق بشعيرة الحج الذبح، ذبح الأضاحي والأضحية، حتى لمن لم يحج يذبح الأضحية. إذن فنحن أمام نصرة المظلوم وإطعام الطعام، أمام عاملين مهمين ينفيان كل تخلف وكل أخلاق سيئة، ويشيعان الألفة والوئام بين المجتمع، والتكافل، روح التكافل، التكافل الاجتماعي. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وفي نفس الوقت يعني استثمروا هذه العبادة واستثمروا هذه الأشهر الحرم بما أودع الله فيها من النفحات والبركات، حتى جاء في أحاديث في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب، يتكافل الناس جميعا ويشعر غنيهم بفقيرهم، و يعني من شبع منهم بمن جاع. كل هذا يجعلنا نستحضر دائما مقاصد العبادات. ما أحوجنا أيها الإخوة الكرام أن تتحول عباداتنا إلى آثار سلوكية حقيقية، بعد أن كادت في دنيانا تصير أعمال روتينية، عادات نؤديها، مجرد عادة بآلية محضة لا حس فيها ولا روح. أنت أيها الحاج، يا من ذهبت إلى تعظيم مقدسات الله والسلام على حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تخليت عن الظلم؟ وماذا ستفعل إذا رجعت وقد رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك؟ هل ستكرر الظلم؟ هل ستتغير أحوالك مع الناس ومع نفسك ومع أهل بيتك؟ أم أنك ستعود إلى عادتك القديمة؟ هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه دائما. راقب سلوكك، راقب أثر العبادة في نفسك، حتى تثمر رضا الله عز وجل، حتى تخرج منها وقد اعتقدت بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وناظر إليك، وهو الذي يكتب ما قدمت وما أخرت، أن الله عز وجل هو الذي سيحاسبك إذا أخطأت، وسيثيبك إذا حولت هذه العبادة إلى سلام بين الناس.